Surah Yusuf ayat 70 sampai 78, simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sahabat ngaji Gus Anas, dimanapun anda berada, yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita lanjutkan ya sahabat, ayat yang kemarin ayat 69. Hari ini kita akan baca di ayat 70 sampai selesai, sampai di ayat 78. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Kita bacanya pelan-pelan dan yang kita gunakan yaitu Quranku blok warna, cuman ada wakaf ibtidaknya sahabat. Jadi ini wakaf, ini ibtidak. Ya, simak sampai selesai ya sahabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤكم
جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. صدق الله العظيم. Semoga bermanfaat buat panjenengan semua dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.